السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الصراعات الجيوسياسيه وفي هذه الحلقه سنتحدث عن ظروف اندلاع الحرب العراقيه الايرانيه والتي ستدوم لمده ثمانيه اعوام وتستنزف البلدين معا ان كان على الصعيد البشري او على الصعيد الاقتصادي للحديث عن ظروف هذه الحرب يجب العوده الى اليوم الذي انتصرت فيه الثوره الاسلاميه في ايران وكان ذلك في شباط فبراير من العام 1979 بالنسبه للغرب شكل انتصار الثوره صدمه كبيره اذ ان جميع التكهنات كانت تفيد بان ايران نظام ثابت مستقر نظام الشاه يعني وموال للغرب وان الوضع فيه مزدهر اقتصاديا وما الى ذلك. لكن لم تكن الاشارات والدلائل تفيد او تنقل الصوره الحقيقيه عن ماساه الشعب الايراني الذي كان يعيش في غالبه في فقر مطقع من هنا فان صدمه الغرب واعلان الامام الخميني عن عزمه الاستقلال الا تكون ايران او اي قطر اسلامي تابعا للغرب شكل هذا انذارا بالنسبه للغرب بان عليه ان يتحرك ضد الثوره الاسلاميه في ايران فبدات المؤامرات منذ اليوم الاول لقلب نظام الحكم وهو الذي اكتشفه قاده الثوره الاسلاميه وعلى راسهم الامام الخميني و وكان رد الفعل هو احتلال السفاره الامريكيه في طهران والعثور على وثائق تدين قاده ايرانيين بالتواصل مع السفاره الامريكيه لقلب نظام الحكم وقدمت هذه الازمه لمدة أربعمائة وأربعة وأربعين يوماً، بعد ذلك تم تحرير الرهائن في عهد رونالد ريغان في أوائل ولاية رونالد ريغان. فبالتالي كان الغرب قد ناصب الثورة الإسلامية في إيران العداء منذ اليوم الأول. سبق الثورة الإسلامية في إيران توقيع أنور السادات. لاتفاقية سلام مع إسرائيل وقد اعتبر هذا نوع من ردة قام بها أنور السادات ومخالفة لشرع الإسلامي وبيع المقدسات الإسلامية وهذا ما أدانه الإمام الخميني خصوصا أنه كان يعترف بكيان غاصب على أرض فلسطين و لا ما يعيق تحرير الارض كذلك فان انور السادات كان على علاقه وطيده بشاه ايران وعندما فر شاه ايران من البلاد فان ايا من الدول الغربيه لم يقبل استقباله بل ان انور السادات هو الذي اعطاه ملجا في مصر أه وهو ما اعتبر خطوه عدائيه تجاه ثوره الاسلاميه أه وفي نفس الوقت فان الثوره الاسلاميه في ايران كانت معاديه لنظام الشاه لانها يعني لانها كانت ترفض اي تبعيه للغرب وكانت ترى في أه معظم الانظمه العربيه أه على انها تابعه للغرب لذلك فان الامام الخميني نادى بنقل الثوره وهو ما اعتبره تحديدا يعني ملوك ومشايخ منطقه الخليج وايضا الرئيس صدام حسين وسنتحدث عن العراق يعني وعن صدام حسين في هذا الشان ما اعتبروه بانه دعوه للاطاحه بهم من الحكم. ف في هذا الوقت كانت يعني حركة الاحتجاج ذات الطابع الاسلامي السياسي قد تصاعدت في مرحلة السبعينات فنجد مثلا شخصا مثل جهيمان العتيبي صحيح ان جهيمان كان يتبع مدرسة مغايرة لمدرسة الامام الخميني الشرعية لكن ومنطلقات جهيمان كانت تكفيرية على فكرة لكن جهيمان تأثر بإمكانية يعني بالمثال الذي طرحته الثورة الإسلامية واعتبر أن بإمكانه أن يقوم بثورة إسلامية في المملكة العربية السعودية وذلك باحتلال الحرم وكانت حادثة احتلال الهرم الشهيرة التي لم تنتهي إلا باستجلاب كوماندوس فرنسي استطاع أن يتحر المعتصمين في الحرم المكي وبعد ذلك يعني إعادة سيطرة الدولة السعودية على الحرم هذا حدا مثلا بالملك فهد عند تبوئه السلطة عقب وفاة أخيه الملك خالد في العام 1982 لأن يتخذ لقب خادم الحرمين الشريفين ولأي ينكر الكثير من العادات التي كان قد درج عليها من بذخ واسراف وما الى ذلك، حتى ينال رضا المتدينين في المملكه العربيه السعوديه. ولكن كان هنالك خشيه في مشيخات وممالك منطقه الخليج العربيه وفي العراق من ان تمتد الثوره الى هذه البلاد أه بالمقابل فان الغرب كان يخشى من ان تشكل الثوره الاسلاميه في ايران رافعه لحركات مناهضه للنفوذ الغربي في منطقه المشرق العربي خصوصا ان الرئيس السوري حافظ الاسد كان قد سارع بعد اشهر قليله من انتصار الثوره الاسلاميه في ايران الى الذهاب الى طهران وعقد لقاءات مع قاده الثوره للاستعاضه عن مصر التي خرجت من الصراع العربي الاسرائيلي من جهه، وللاستعاضه عن خروج العراق من الوحده المزمع كان اقامتها مع سوريا بعد انقلاب صدام حسين على رفاقه البعثيين، وانهائه حلم الوحده العراقيه. السوريه وكان ذلك في صيف العام 1979 فبالتالي كان الغرب يخشى من مد هذه الثوره لذلك فقد خرج هنري كيسنجر بنظريه تقول بالاحتواء المزدوج دول كونتينمنت ففي ذلك الوقت كان الغرب قد بدا يعتمد اكثر فاكثر على النفط في منطقة الخليج هذا من جهة من جهة أخرى كان قد تم الربط بين الدولار والنفط ولذلك أصبح لزاما على الولايات المتحدة أن تؤمن منطقة الخليج وأن تفرض هيمنتها بمنع أي قوة إقليمية محاذية لمنطقة الخليج من أن تلعب دورا فاعلا. لذلك فإن الولايات المتحدة كانت تخشى من دور فاعل للعراق والعراق يمتلك قدرات كبيره جدا، كذلك فهي كانت تخشى من قدرات الثوره الاسلاميه في ايران او القدرات الايرانيه، هنا خرج هنري كيسنجر بنظريه الاحتواء المزدوج، اي ان يحتوي العراق ايران وان تحتوي ايران العراق، وهنا بدأ التحضير لحرب بين البلدين والجدير ذكره ان هنري كيسنجر اتى بهذه النظريه من برنارد لويس المؤرخ الامريكي المشهور والمتخصص بالدراسات العثمانيه والذي كان يعني انا شخصيا درست باحد كتب برنارد لويس ووجدت كم هو خبير بالتاريخ العثماني هنري كيسنجر استفاد من هذا الدرس هنا يعني كما أن الدولة العثمانية احتوت إيران الصفوية في الوقت الذي كان الغرب يركز اهتمامه على السيطرة على طرق الملاحة البحرية وعلى البحار فإن هنري كيسنجر وجد أنه يمكن تطبيق هذه النظرية بأن يحتوي العراق إيران وإيران العراق وأن يبعد بذلك خطرهما عن أو هيمنتهما عن منطقة الخليج هذا وفقا لتفكير هنري كيسنجر لكن يعني صدام حسين كان لديه حسابات أيضا حساباته الخاصة فهو كان يمثل اليمين البعثي داخل حزب البعث العراقي وفي ذلك الوقت كان على تنافس مع أحمد حسن البكر على السلطة كذلك فإن حزب الدعوة في جنوب العراق كان قد صعد نفوذه في مرحلة السبعينات. وقد خشي صدام حسين من أن تشكل الثورة الإسلامية في إيران دعامة لحزب الدعوة في العراق تمكنه من الإنقلاب على الحكم البعثي والسيطرة على العراق. خصوصا أن الثورة الإسلامية في إيران استفادت آه الى حد كبير من نظريات طورها الامام محمد باقر الصدر آه الذي اسس حزب الدعوه والذي كان فيلسوفا ومفكرا آه اولا لاعتماد نهج اسلامي في الحكم هذا من ناحيه ولاعتماد فكره الولي الفقيه اي ان الدوله آه في ايران تكون اسلاميه طالما ان الولي الفقيه هو الذي يديرها وهو علامه مشهود له بعلمه واجتهاده فبالتالي ويمكن ان ينوب عن الامام المهدي في اقامه الدوله تحضيرا لظهور الامام المهدي فبالتالي وجد صدام حسين في الثوره الاسلاميه في ايران خطرا عليه خصوصا انه كان قد نسج علاقات طيبه مع شاه ايران. وكان قد انقلب ايضا على رفاقه البعثيين في صيف العام 1979 لان صدام يعني كان ضد الوحده مع سوريا. لماذا؟ لانه كان يعتبر ان الوحده مع سوريا ما هي الا مناوره من احمد حسن البكر ليبعده عن منصب نائب الرئيس ويستبدل به حافظ الاسد، لانه وفقا لاتفاق الوحده السوريه العراقيه فان احمد حسن البكر كان سيبقى رئيسا ويكون حافظ الاسد نائبا لرئيس دوله الوحده. فاعتبر صدام حسين ان هذه ما هي الا مناوره، لذلك قام بانقلاب وضع فيه احمد حسن البكر قيد الاقامة الجبرية واطاح برفاقه في حادثة المسرح الشهيرة والتي نقلت عبر تلفزيون أه بعد ذلك وجه يعني هذه الحادثة اضعفت حزب البعث لانه اطاح بمئات الكوادر المخلصين في هذا الحزب وهذا زاد من إمكانية تصاعد نفوذ حزب الدعوة في جنوب العراق لذلك فإن صدام حسين بدأ بقمع حزب الدعوة وصولا إلى إعدام الإمام محمد باقر الصدر وشقيقته بنت الهدى وكان ذلك في نيسان أبريل من العام 1980 وقد تكون هذه الحادثه تمهيدا لعزم صدام حسين بشن حرب ضد ايران كان يعتقد انه يمكن ان يستفيد من الفوضى التي ولدتها الثوره الاسلاميه في صفوف الجيش، هكذا كان يعتقد يمكنه ان يستفيد من ذلك لاحتلال منطقه المحمره او خوزستان و يعني هذا كان الهدف لكنه لم يحسب حساب ان ايران ممكن ان تستمر في الحرب بعد ذلك وقد لقي دعما من مصر ورغم القطيعة مع مصر الا ان علاقات سريه كانت لا تزال تجمع بين صدام وبين القياده المصريه ومع القياده السعوديه فيقال ان صدام ذهب مع ولي العهد انذاك فهد وصليا في مكه في الحرم المكي وتعاهدا على ان يتعاونا في الحرب مع ايران ان يقاتل العراق ايران فيما تدعم المملكه العربيه السعوديه العراق اقتصاديا وماليا. في ايلول من العام 1980 سيبدا صدام هجومه على ايران وكان ذلك يعني مركزا في المنطقه الجنوبيه بهدف احتلال عبدان يعني الوصول الى عبدان. بدات الحرب بضربه جويه للمطارات الايرانيه لكن يعني رغم تضرر المطارات بشكل كبير الا ان الطائرات الايرانيه لم تتضرر وهذا كان اول فشل في الخطه العراقيه. وهذا حتم على العراقيين ان تتقدم دباباتهم من دون غطاء جوي لان الايرانيين استطاعوا اصلاح مطاراتهم واستطاعوا شن هجمات على القوات المتقدمه لكن يعني زخم الهجوم العراقي أدى به في النهاية إلى احتلال مدينة خرم شهر ولكنه لم يتقدم أبعد من ذلك في هذا الوقت كان الإيرانيون قد بدأوا باستيعاب الصدمة وقد ولد الغزو العراقي استفزازا للمشاعر الوطنية والقومية الإيرانية فوحدت الإيرانيين حول الإمام الخميني وبدأ الإمام الخميني بدعوة للجهاد المقدس ضد الغزاة المعتدين ف يعني ستدوم مرحلة استيعاب الصدمة تقريبا نحو عام قبل أن تأخذ القوات الإيرانية المبادرة وكان ل لهذه الخطوة عدة أسباب يعني من أسباب فشل التقدم العراقي أبعد من خرم شهر هو أن صدام حسين وهو لا يمتلك خبرات عسكرية هو الذي استلم قيادة القوات المسلحة وكان يأمر بتقدم القوات أو مناورتها ويرفض تراجعها حتى للمناورة من أجل استيعاب هجمات إيرانية كذلك فإن حساباته العسكرية والسياسية كانت قاصرة، وهذا ما أدى إلى فقدانه المبادرة وتكبيد القوات العراقية خسائر كبيرة. بالمقابل فإن الإيرانيين عانوا أولا من حصار غربي عليهم. آه يعني فرض الغرب حصارا على إيران منذ آه الأيام الأولى للثورة الإسلامية. وبالتالي كانت إيران تعاني من نقص بالمعدات فهذا دفعها للجوء إلى يعني التعبير بالإنجليزية to cannibalize أو يعني فرط طائرات ودبابات من أجل الاستفادة من قطاعها لدبابات وطائرات أخرى لأنها كانت لا تمتلك قطع غيار بديله للسلاح الذي بحوزتها منذ ايام الشاه. أه كذلك فان النقص بالدبابات والمعدات نتيجه الخسائر التي تعرضت لها القوات الايرانيه خلال الحرب، جعلها تعتمد على المشاة، على الموجات البشريه. وهذا اسلوب يمكن ان يكون الايرانيون قد استفادوا منه من الصينيين، الذين استخدموا نفس الاسلوب خلال مرحله الحرب الكوريه والجدير ذكره انه منذ الايام الاولى للثوره الاسلاميه في ايران فان علاقات طيبه نسجت مع الصين وكان ذلك لان ايران والصين اتحدتا ضد خصم مشترك هو الاتحاد السوفيتي الذي كان يحاول مد نفوذه الى افغانستان وهو ما اعتبر تهديدا للامن القومي الصيني والامن القومي الإيراني آه عدا عن طبعا دعم الولايات المتحدة لفصيل آخر من المجاهدين ضد الاتحاد السوفيتي وهي الحرب التي استنزف فيها الاتحاد السوفيتي وصولا إلى انهياره بعد ذلك ستأخذ الحرب مسارات مختلفة سيتقدم الإيرانيون آه لمدة عامين بعد تراجع العراقيين إلى أراضيهم و بعد ذلك سيعاود العراقيون التقدم وستستمر الحرب لمدة ثماني سنوات وهو ما لبى طموحات هنري كيسنجر الذي قال إنه يأمل عندما سئل من تريد أن يربح الحرب العراق أم إيران فقال آمل أن يخسر الاثنان وأن تستمر الحرب إلى ما لا نهاية وأن يتم تدمير البلدين لأنهما يشكلان خطرا على مصالحنا الاستراتيجيه وفي هذا الشان سنتابع مجريات الحرب العراقيه الايرانيه بالتفصيل في الجزء الثاني من هذه الحلقه فتابعونا وشكرا كنا قد تحدثنا عن ظروف اندلاع الحرب العراقيه الايرانيه والاسباب التي حدثت بصدام حسين الى شن هذه الحرب في اواخر صيف العام 1980 نتيجه ان الثوره كانت في مرحله انتقاليه الثوره الاسلاميه في ايران كانت في مرحله انتقاليه وكان قد تم التخلص من مئات الضباط الموالين للشاه فإن المرحلة الأولى من الحرب ساهمت أو أدت آه لتفوق عراقي آه ساهم باحتلال القوات العراقية لمدينة خرم شهر في الأشهر الأولى للحرب إلا أن التقدم العراقي لم يكن آه بالقوة والزخم الذي كان مقدرا له آه ويقول الخبراء العسكريون أن السبب الأساسي كان في آه تسلم صدام حسين آه قيادة الجيش العراقي وهو لم يكن ذو خبرة عسكرية يعني صدام حسين لم يدرس في كلية عسكرية ولم يكن آه ضابطا في الجيش العراقي آه بل إنه يعني كان أه تبوه السلطة كان بالدرجة الأولى نتيجة عضويته في حزب البعث و دوره القيادي في هذا الحزب. أه لذلك فهو اتخذ رتبة عسكرية غير موجودة، رتبة المهيب. وكان هناك سبب سياسي لسيطرة صدام حسين على الجيش وعدم تركه الحرية حرية القرار لضباطه لأنه كان يخشى انقلابا عسكريا ضد نظام الحكم. فبالتالي كان يمسك بالجيش العراقي بيد من حديد، وهو الذي يعين الضباط حسب ولائهم له اكثر منه حسب قدراتهم وكفاءاتهم. وهذا اثر طبعا على عمليات الجيش العراقي ضد ايران. في هذا الوقت كانت ايران قد استوعبت الصدمه وبدات باستخدام ما هو متاح لها وابتكار طرق جديده للتعويض عن نقص قطع الغيار للدبابات والطائرات بفرط دبابات وطائرات واستخدامها كقطع غيار لباقي الدبابات والطائرات هذا من ناحيه من ناحيه اخرى فانها ونتيجه عدم قدرتها على استيراد الدبابات والطائرات فانها بدات بتصنيع السلاح داخل ايران طبعا لم يكن لهذه العمليه عمليه التصنيع ان تؤثر على مجريات الحرب انذاك لكنها ستؤسس لبنيه تحتيه في ايران تؤدي الى اكتفاء ذاتي في الكثير من المجالات ومن ضمنها المجالات العسكريه وستمهد لتحول ايران الى قوه اقليميه كبرى في اواخر التسعينات من القرن الماضي وفي العقدين الماضيين ولكن بالعوده الى تلك الحرب فان الايرانيين سيحولون تكتيكاتهم العسكريه للاعتماد بالدرجه الاولى على المشاة ولمواجهه الدبابات العراقيه فقد بدا هؤلاء المشاة بحفر الخنادق واعتماد المجموعات الصغيره وما الى ذلك حتى يتاح لهم المواجهه ومع ربيع العام 1981 كانت القوات الإيرانية قد أخذت زمام المبادرة وبدأت بالتقدم في مواجهة الجيش العراقي لمحاصرة مدينة خرم شهر و آ... يعني تحريرها من القوات العراقية ونتيجة الانتكاسات العسكرية التي سيتعرض لها الجيش العراقي فإن الرئيس العراقي صدام حسين سيعلن أنه سيسحب كامل قواته من ايران والعوده الى الحدود الدوليه كما كانت عليه في يعني قبل اندلاع الحرب على ان تستكمل عمليه الانسحاب هذه مع بدايه العام 1982 لكن القوات الايرانيه والقياده الايرانيه رفضت عرض الهدنه ووقف الاعمال القتاليه من قبل صدام حسين لانها كانت تعتبره دكتاتورا وغير موثوق به وكانت تراهن انه بهزيمه عسكريه كبرى يتعرض لها العراق فان الجيش العراقي سيقوم بالانقلاب على صدام حسين والاطاحه به. لكن هذا لم يحصل. مع صيف العام 1982 كانت القوات الايرانيه قد حررت كامل الأراضي الإيرانية من القوات العراقية وبدأت تتوغل في جنوب العراق مهددة بمحاصرة مدينة البصرة. هنا بدأ صدام حسين بالاعتماد على ليس فقط الدبابات والطائرات ولكنه بدأ باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الحشود المشاة التي كانت تهاجم على شكل موجات بشرية وكان هذا مخالفا للقانون الدولي. وقد صدرت إدانات عالمية لما قام به إلا أنه لم يتعرض لعقوبات كما يهدد دائما الغرب لأنه كان يستخدم هذه القوة ضد إيران وقد اعتمدت التكتيكات الإيرانية على اولا الهجمات الموجات البشريه للتعويض عن نقص الدبابات والطائرات واعتمدت ايضا على تفوق الطيارين الايرانيين رغم نقص القطع الغيار الذي التي كانوا يعانون منها وفي نفس الوقت فان يعني في منطقه الاهواز وهي منطقه مستنقعات قام صدام حسين بانشاء بحيره وذلك للدفاع عن مدينه البصره لكن الايرانيين طوروا تكتيكات الهجوم بالقوارب في في تلك المنطقه ووصلوا الى مشارف البصره في عده مناسبات بقي التفوق الايراني فلنقل او الهجمات الايرانيه في الاراضي العراقيه حتى العام 1986 ومن اجل تخفيف عن الجبهه الجنوبيه فقد قام صدام حسين بفتح الجبهه في المنطقه الوسطى ضد ايران كما انه بدا بالضغط عبر قصف المدن الايرانيه بسلاح سكود بالصواريخ المدى المتوسط والمدى الطويل والتي اصابت المدن الايرانيه بدمار كبير وقد رد الايرانيون بغارات على المدن العراقيه والتي تعرضت ايضا الى اضرار كبيره جدا والى دمار كبير جدا. وكان صدام حسين يعني في مقابل ان ايران لم تكن تملك مصادر تسلح يعني هي كانت مرات تشتري من السوق السوداء مثلا سلاحها فان العراق استفاد من تسليح متقدم ومتطور من الاتحاد السوفيتي من جهة ومن فرنسا من جهة أخرى فهنا مثلا استطاع صدام حسين أن يحصل على طائرات ميراج متطورة وطائرات مستير إضافة إلى دبابات تي 55 والتي 62 والتي 72 بعد ذلك في مقابل يعني ضعف الدبابات عند الإيرانيين عدا عن حصوله على طائرات ميغ المتطورة أيضا كل هذا جعل صدام أو الجيش العراقي قادرا على أن يقف في مواجهة إيران وأن لا تكون الغلبة لإيران ولكن في نفس الوقت لم تكن الغلبة للعراق وطال أمد الحرب لثماني سنوات مع حلول العام 1986 كان الإيرانيون قد تمكنوا من احتلال جزيرة الفاو وجزيرة الفاو هذه لها أهمية كبيرة إذ أنها تسمح للعراق بأن يطل على منطقة الخليج وبعد الاحتلال الإيراني لهذه الجزيرة فإن العراق فقد قدرته على الوصول إلى منطقة الخليج وإلى تصدير نفطه هذا دفعه إلى شن هجمات جوية ضد ناقلات النفط الإيرانية وهنا بدأت حرب الناقلات فبدأت إيران تقصف ناقلات نفط تحمل نفطا عراقيا والعراق يقصف ناقلات نفط تحمل نفطا إيرانيا علما أن الحرب سيكون من آثارها أن إيران والعراق سيفقدان الكثير من حصصهما في سوق النفط العالمية وهنا ستحل مكانهما المملكة العربية السعودية التي سترفع إنتاجها إلى ما يتجاوز العشرة ملايين برميل في اليوم بالعودة إلى مجريات الحرب فأن ضغط العراق في منطقة الوسط قابله ضغط ايران في شمال العراق عبر دعم المتمردين الاكراد هناك. وهنا سيستخدم صدام حسين سيامر باستخدام غاز الخردل ضد قوات ايرانيه متقدمه في منطقه حلبجه حيث سيقضي على القوات المتقدمه اضافه الى الاف المدنيين من الاكراد وهي احدى الحوادث التي ستصنف على انها جريمه حرب والتي سيحاكم وفقها الرئيس العراقي في وقت لاحق بعد الغزو الامريكي للعراق في العام 2003 والقبض عليه وتقديمه للمحاكمه المحاكمه التي دار حولها جدل كبير طبعا. ولكن في ذلك الوقت كان الضباط العراقيون قد بداوا يتململون من قيادة صدام حسين لمجريات العمليات العسكرية والتي كلفتهم الكثير وهنا فانهم بعد احتلال الفاو كانوا قاب قوسين او ادنى من ان يتمردوا على صدام ولذلك فانه رفع يده وترك لهم حرية المبادرة وقد استفاد العراقيون من صور اقمار صناعية زودهم بها الغرب لمعرفة او لكشف توزع الحشود الايرانيه في منطقه الفاو وحولها وذلك من اجل بلوره خطط لتحرير الفاو من القوات الايرانيه وهو ما نجح به العراقيون وشكل انتصارا كبيرا في هذا الوقت استمرت الحرب وكان الامام الخميني لا يزال مصرا على الاطاحه بصدام حسين نتيجه محاولته لغزو ايران لكن أه كان الاقتصاد الإيراني قد عانى الأمرين خلال هذه المرحلة يعني ليس فقط نتيجة الحصار ولكن أيضا نتيجة إكلاف الحرب فالحديث يدور هنا عن مئتي ألف عراقي و ألف إيراني قتلوا في المعارك هذه هي تقديرات الحرب لمدة ثمانية سنوات عدا عن خسائر بلغت مئات مليارات الدولارات يقال ان العراق وقع تحت دين يفوق ال 200 مليار دولار نتيجه هذه الحرب وان خسائره يعني اكبر بكثير من ذلك اقتصاديا كما ان خسائر ايران كانت اكبر بكثير من خسائر العراق يعني بالمجال الاقتصادي. فهنا يعني مع حلول العام 1988 كان الاقتصاد الايراني يعاني الامرين وهو ما استفاد منه صدام حسين لشن هجوم اخير استطاع ان يحقق تقدما شكليا باحتلال بعض المناطق الحدوديه مع ايران وبعد هذا الانتصار يدعو الى وقف اطلاق النار يعرض وقف اطلاق النار وهو ما سيقبله الامام الخميني على مضض معروفه جملته الشهيره في هذا الشان وستنتهي الحرب بصيغة يعني بنصر شكلي للعراق ولكن عمليا على الصعيد السياسي لم يحقق العراق أي شيء أما الخسائر فكانت كبيرة إن كان بالأرواح أو بالاقتصاد العراقي الذي سيكون أيضا على وشك الانهيار وهو الذي سيستفيد منه الأمريكيون للبدء بممارسة ضغوط على العراق ضغوط اقتصاديه كيف ذلك عبر تخفيض سعر النفط وذلك بعد اقناع الدول الخليجيه الاخرى على راسها المملكه العربيه السعوديه والكويت والامارات العربيه المتحده بزياده حصتها من انتاج النفط في السوق العالمي بما يخالف اتفاقات او الحصص التي ارستها منظمه اوبيك وهذا الذي دفع صدام حسين إلى الغضب والشعور بأنه يطعن من الخلف لأن من شأن هذا أن يخفض سعر النفط إلى ما دون العشر دولار للبرميل ومن شأن هذا أن لا يمكن العراق من إعادة بناء بناه التحتية من جهة وإعادة بناء اقتصاده فكان هنالك محاولة أمريكية للاستفادة من العطب الذي اصاب العراق خلال الحرب العراقيه الايرانيه لعمليا تدمير العراق فكانت رده الفعل العراقيه بغزو الكويت وبعد ذلك الحرب على العراق وهو ما سنتناوله في حلقه لاحقه اما في ايران فقد كان الوضع الاقتصادي ايضا صعبا جدا فلقد كان الحصار لا يزال مفروضا هذا من جهة من جهة أخرى كان يعني الوضع الاقتصادي قد عانى أيضا الأمرين خلال الحرب نتيجة الإسراف على المجهود العسكري من جهة وتدمير المدن وتحديدا يعني مدينة خرم شهر والمناطق المحيطة بها والتي تشكل البنى التحتية لمنطقة إنتاج النفط في إيران فهذا ايضا شكل عبئا كبيرا على ايران لن تخرج منه الا بعد عقد من الزمن وبذلك تكون قد تحققت اهداف هنري كيسنجر باحتواء البلدين بعضهما لبعض ودرء خطرهما بين مزدوجين عن مناطق الحيويه بالنسبه للامن القومي الامريكي وبالنسبه للاقتصاد الامريكي والهيمنه الامريكيه على العالم لكن ايران ستستفيد ايضا من ظروف هذه الحرب بالاستفاده اولا من تنميه القدرات العسكريه الذاتيه الايرانيه وثانيا ببناء بنيه تحتيه صناعيه ستشكل الاساس الذي ستعتمد عليه ايران لتطوير صناعاتها العسكريه وتخفيف اعتمادها على الاستيراد من الخارج خصوصا ان هذا الاستيراد كان شبه محظور عليها نتيجه الحصار الذي ضرب على ايران وخلال هذه الفتره ستجد ايران انها لا يمكن ان تعتمد على علاقه مع الاتحاد السوفيتي او الولايات المتحده وهذا الذي سيجعلها تعي اهميه العلاقه مع الصين وهو ما تحدثنا عنه قبل قليل خصوصا ان الصين وايران تعاونتا فيما بينهما في افغانستان في دعم المجاهدين الافغان ضد الاتحاد السوفيتي وضد النظام الشيوعي الذي اقيم في افغانستان برئاسه نجيب الله ف وسيكون لهذا اثر كبير في العقد التالي على نشوء التحالف بين الصين وايران وبعد ذلك مع روسيا لتوحيد الاقطار الاوراسيه في كتله واحده في مواجهه الهيمنه الامريكيه وهو ما سنتناوله في حلقه لاحقه من هذا البرنامج وايضا نتيجه الحصار المفروض على ايران فان ايران ستطور الكثير من الصناعات ذات الاستخدام المدني يعني مثلا صناعه الادويه او صناعات الاستهلاكيه البسيطه يعني مثل الحلوى او المحارم او غيرها وهذا سيؤدي الى ان تعتمد ايران فيما بعد على يعني كفايه حاجاتها بنسبه 70 الى 80% من السوق المحلي والا تعتمد على الاستيراد الا بنظر يسير اما بالنسبة للعراق فان الاثار ستكون مدمرة. اولا ستدمر البنى التحتية خصوصا نتيجة استهداف المدن العراقية وبالدرجة الاولى من مناطق الجنوب في العراق يعني البصرة والمناطق الجنوبية التي ستكون المسرح الرئيسي للحرب العراقية الايرانية هذا من جهة. من جهة اخرى فان مسارعة الغرب لاستهداف العراق بحرب اقتصاديه وعلى راس الغرب طبعا الولايات المتحده عبر تخفيض اسعار النفط وهو ما كان يراهن عليه العراق لاعاده بناء بناه التحتيه اضافه الى الحرب التي شنها صدام حسين ضد الكويت كرد فعل على قيام الكويت بزياده انتاجها من النفط وما اعتبره صدام حسين استهداف ل لزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العراق يعني هذا سيؤدي إلى تعرض العراق إلى تدمير كبير في الحرب التي ستشن ضده في العام 1991 من قبل التحالف الدولي وسيزاد على هذا التدمير حصار لمدة عقد من الزمن يؤدي إلى إضعاف العراق بشكل كبير على كافه الصعد العسكريه والاقتصاديه وحتى الاجتماعيه نزيف بشري كبير نتيجه اما الموت او الهجره وبعد ذلك سيتعرض لمرحله ثالثه من التدمير بعد الغزو الامريكي للعراق في العام 2003 وهو ما سنخصص له حلقه ايضا من ضمن هذا البرنامج فتابعونا وشكرا